بسم الأب والابن والروح القدس الواحد آمين. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من مجموعة حلقات الزوكسولوجيات. وصلنا النهاردة بإذن ربنا لزوكسولوجية البابا أثناسيوس الرسولي حامي الإيمان، وإحنا كنا خدنا في الحلقات الستة اللي فاتوا مقدمة الزوكسولوجيات، زوكسولوجية العذراء في العشية، السمائيين، الآباء الرسل، ماري مرقص. خدنا نبذة عن الأربعة اللي بتتختم بيها دوكسولوجيات الشهداء، وخدنا كمان دوكسولوجية الشهيدة العفيفة دميانة، وبرضو عرفنا ممكن إزاي نختم دوكسولوجيات الشهيدات. النهاردة بنعمة ربنا معادنا مع دوكسولوجية جميلة للبابا أثناسيوس الرسولي، وهو شخصية طبعا فريدة في التاريخ الكنسي. هو البابا رقم 20 في ترتيب البابوات على كرسي ماري مرقص. وطبعا البابا أثناسيوس الرسولي من أطول الآباء اللي جلسوا على كرسي ماري مرقص، حوالي 46 سنة. وخلال ال 46 سنة دول قاسى شدائد كتيرة جدا في الدفاع عن الإيمان، وتم نفيه عن كرسيه 5 مرات. وطبعا هو من أيام ما كان شماس اشتهر بموقفه العظيم في مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، لما وقف قصاد أريوس وأفحم كل الهرطقات والبدع اللي هو كان بينادي بيها، لدرجة الإمبراطور قسطنطين فرح بالشماس الصغير ده اللي كان عمره تقريبا 28 سنة 29 سنة، وقال له أنت بطل كنيسة الله. فإحنا بنمجد القديس العظيم أثناسيوس الرسولي، وبنطلب في الزوكسولوجية دي إن هو يثبتنا على الإيمان الأرثوذكسي المستقيم بصلواته وشفاعاته من أجلنا. والزوكسولوجية دي زوكسولوجية جميلة لأنها بيسموها زوكسولوجية أبطال الإيمان. يعني إيه؟ يعني في البعض بيعتقد إن الزوكسولوجية دي اتعملت بس لبابا أثناسيوس، لكن الناس اللي بتبحث في تاريخ الزوكسولوجيات بيقولوا إن الزوكسولوجية دي غالبا اتعملت للقديس ساويرس الأنطاقي، وهو من الآباء السريان المعروفين جدا، وبيطلق عليه لقب تاج السريان لأن هو برضه دافع عن الإيمان الأرثوذكسي المستقيم بقوة بعد مجمع خلقدونيا، وإحنا بنذكره في تحرير الخدام، وبنذكره في مجمع التسبحة، وبنذكره في مجمع القداس بلقب البطريرك العظيم ساويرس. فالقديس ساويرس يعتبر من المدافعين عن الإيمان، وبالتالي الزوكسولوجية دي اتعملت وتركبت بعد كده على أي بابا مدافع عن الإيمان، أو أي شخصية من البابوات اللي حامت الإيمان الأرثوذكسي المستقيم. فممكن بدل اسم قديس أثناسيوس نقول اسم البابا كرولوس عمود الدين، نقول اسم قديس ديوسكوروس، وهكذا. فدي زوكسولوجية نقدر نسميها زوكسولوجية أبطال الإيمان. طبعا البابا أثناسيوس ليه زوكسولوجيات تانية بتتكلم تحديدا عنه، يعني الزوكسولوجية دي هتلاحظوا إنها ما فيهاش حاجة خاصة بالبابا أثناسيوس، ما بتذكرش مثلا هو جلس قد إيه على كرسي ماري مورس، ما بتذكرش اتنفى كام مرة، ما بتذكرش دفاعه عن الأريوسية، ما بتذكرش الكتابات اللي هو كتبها، ولكن هي تصلح إنها تتقال البابا أثناسيوس، تصلح إنها تتقال لأي أب تاني من الآباء المدافعين عن الإيمان الأرثوذكسي المستقيم. فزوكسولوجية جميلة، لكن طبعا زي ما قلت لكم في زوكسولوجيات تانية للبابا أثناسيوس بتتكلم عنه بصفة محددة، بتذكر مثلا موضوع جهاده ضد الأريوسية، بتذكر موضوع كتاباته زي كتاب تجسد الكلمة وكتاب الرسالة إلى الوثنيين، بتذكر الضيقات والشدائد اللي احتملها من الأريوسيين والمجامع اللي اتعملت ضده والنفي بتاعه والأماكن اللي اتنفى إليها وكتابته لسيرة الأنبا أنطونيوس أثناء نفيه، وهكذا. فدي أسطورية جميلة تنفع للبابا أثناسيوس، وتنفع إنها تتقال زي ما هنشوف لأي من أبطال الإيمان الأرثوذكسي المستقيم. بتقول إيه في بدايتها؟ بتقول أيها المدبر القوي لدفة السفينة. طبعا السفينة هنا مقصود بيها الكنيسة، لأن أنتوا عارفين السفينة
من ضمن الكنيسة، من ضمن أشكالها سفينة نوح، زي مثلا الصليب، زي الدايرة. فطبعا السفينة هنا معنى مجازي جميل، إن القديس أثناسيوس أدار الكنيسة بحكمة من الروح القدس لمدة 46 سنة بقوة في الثبات عن الإيمان، بدون ما السفينة دي تنحرف عن هدفها وتنحرف عن طريقها المستقيم. المقاتل البارع الظافر في المعارك، طبعا مش معارك بشرية، مرة تانية دي صورة جمالية، ده تشبيه، إن البابا أثناسيوس طبعا ما حملش سيف ولا قاتل ولا يعني دخل في معارك حربية، ولكن المقصود هنا إن هو دخل زيه زي أبطال الإيمان في معارك كتيرة ضد الهراطقة وضد الأباطرة اللي هما كانوا بعض الأحيان مناصرين للهراطقة. يعني بصراحة البابا أثناسيوس من الناس اللي هما شافوا حاجات في منتهى الصعوبة خلال فترة جلوسه على الكرسي المرقسي. فبنقول له: أيها المدبر القوي لدفة السفينة، أيها المقاتل البارع الظافر في المعارك، المصباح المنير. كلمة المصباح المنير بنستخدمها كتير قوي للآباء اللي هم شرحوا العقيدة، يعني إن هم أناروا لينا طريق الحياة الأبدية من خلال تعليمهم. وبنستخدمها في لحن اسمه أوكاتي كاسيس، اللي هو لحن مقدمة وختام العظة في أسبوع الآلام. فبنقول في ختام اللحن: الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الآن الواحد آمين. فأي من الآباء حماة الإيمان أنار عقولنا وعيون قلوبنا، يعني أرشدونا كده للطريق المستقيم، طريق الفضيلة وطريق الإيمان الأرثوذكسي. بالقبطي نحاول نشوف الكلمات، وبرضه أنا حاطط هنا القبطي للي يحب إن هو يقرأ بالقبطي. بنقول: بيكافرنيتيس التجريوت، معلش كلمة تقيلة شوية، أول اتنين يه مفتوحين، بي كافر نيتيس، بي كافر نيتيس يعني المدبر، التجريوت ته وط، التجريوت يعني القوي، بيرف ميشي إن كالوس، بيرف ميشي إن كالوس. اوكي، بيرف ميشي إن كالوس، تمام. أيها المدبر القوي لدفة السفينة، بيكيفرنيتيس التجريوت بيرف ميشي إن كالوس، تمام. بيرف اتشرو، اتشرو بيريف اتشرو معناها الظافر، بيريف اتشرو، بيريف اتشرو. الصليب بيتسمى علامة الظفر، تمام، أو علامة الغلبة، تمام. فبيريف تشرو، تمام. خني فوتس يعني المعارك، وني أداة جمع فتبقى ني فوتس المعارك، بيريف تشرو إني فوتس، تمام. يبقى بيرف ميشي إن كالوس معناها المقاتل البارع أو المقاتل الظافر أو المقاتل الحقيقي، يعني المقاتل المتمكن. وكيفرنيتيس معناها زي القبطان، كيفرنيتيس معناها القبطان، تمام، قائد المركب يعني أو قائد السفينة. بيخبس إطاف إرؤويني، بيخبس معناها المصباح، خبس إطاف إرؤويني معناها الذي أنار، المصباح الذي أنار، أو المصباح الذي صفته منير أو مضيء، تمام. نتابع تاني: بيكيفرنيتيس التجريوت، نسمعها تاني، حاولوا تقولوا معايا الكلمات، رددوها ورايا: بيكيفرنيتيس التجريوت بيرف ميشي، بيرف ميشي إن كالوس، بيريف اتشرو خني فوتس، بيخبس اطاف ارقو ايني. نشوفها بالابدي: بي كي فير، لاحظوا الفيتا بتتنطق في، لو جاء بعدها حرف من حروف المتحركة فتبقى بي كي فير نيتيس، بي كي فير نيتيس، ات
طجريوت. ده جينجر نطق هنا جيم عشان ما جاش بعدها حرف كسرة فتبقى الطجريوت. بيريف ميشي إن كالوس. بيريف شرو. بيريف شرو خني فوتس. بيريف شرو خني فوتس. بيخيبس اطف ار او اين. بيخيبس خيبس. خلي بالكوا هنا حرف الفي تتنطق ب لان بعده حرف ساكن مش حرف متحرك، ان هو اتنطق هنا في زي الفي لان هو بعده حرف ايه متحرك، انما هنا بعده حرف ساكن اللي هو السيما فاتنطق ب. بي خيبس اطاف ار او ايني، ضمه مضمومه وبعد كده ضمه مفتوح. هنقولها باللحن السنوي وكالمعتاد احنا ممكن نركبها على اي نغمه من نغمات زوكسولوجيات السته عارفينها طبعا، كيحكي فريحي صيامي ايام صيامي سقوط واحات شعنيني سنوي. هنقول بالسنوي بكفرنيتيس الطجريوت بيرفميشي إن كولوس بيرفتشرو خنيوتس بيخبس طغرويني. طبعا هنجزأه بس أنا حابب أقوله لكم مرة على بعض، لاحظوا كده بيكفرنيتيس ها بيكفرنيتيس التجريوت التجريوت بيكفرنيتيس التجريوت بيرفميشي إن كولوس بيرفتشرو في ريفتشرو ريفتشرو. انا عارف انها تقيله شويه في النطق بس نحاول في ريفتشرو اتشرو في ريفتشرو خني واتس بخيبس توف ايرويني. نحاول، انا عارف ان ربع ده تقيل شويه من جهه الكلمات بس نحاول على قد ما نقدر. بكفرنيتيس التجريوت بيرفميشي، لاحظوا شي دي طويلة شوي بيرفميشي إن كولوس بيرف اتشرو خني واتس بخيبس طاويروني. اسمعها بكفرنيتيس التجريوت بيرفميشي إن كولوس بيرف اتشرو خني فوتس بخبس طف إرويني. نقولها من الأبتي مرة، ها حاولوا معي بكفرنيتيس التجريوت بيرفميشي إن كولوس بيرف اتشرو خني واتس بخبس طف إرويني. نقوله مرة أخيرة وندخل في الربع اللي بعد بكفرنيتيس التجريوت بيرفميشي إن كولوس بيرف اتشرو خني واتس بخبس طف إرويني. شوف الربع اللي بعده بالتكرار هيبقى سهل قوي. بيقول الربع اللي بعده رائد الأرثوذكسية هو أثناسيوس الرسول. هنا أول مرة يتذكر فيها اسم بابا أثناسيوس، زي ما قلت لكم ممكن نقول رائد الأرثوذكسية
هو معلمنا ديسكورس، رائد الأرثوذكسية هو كيرلس عمود الدين، رائد الأرثوذكسية هو ساويرس الأنطاكي، وهكذا. رائد الأرثوذكسية هو البابا تيموثاوس اللي هو حضر مجمع القسطنطينية. كل الآباء اللي هما وقفوا بشدة وبصلابة ضد الهردقات والبدع من الباباوات نقدر نقول لهم الزوكسولوجية دي، وكلهم رواد الأرثوذكسية. ومعلم القطيع الناطق الذي للمسيح، تعبير حلو قوي القطيع الناطق ده، يعني المسيح قال أنا هو الراعي الصالح وقال أنا هو باب الخراف. فطبعا لما المسيح والمسيح قال لنا لا تخف أيها القطيع الصغير، بس طبعا احنا بنقول القطيع ده قطيع ناطق بمعنى مش بيتكلم، يعني قطيع ناطق يعني قطيع حي بشري، يعني تمام عاقل، لأن الكلمة بتاعت لوجي كون جاي منها كلمة لوغوس بمعنى لوجيك، فهي تعني القطيع الواعي اللي هو عاقل، تمام، تمييزا ليه طبعا عن الخليقة غير العاقل. فبنقول معلم القطيع الناطق اللي هو كل الشعب المسيحي الذي للمسيح، لأن المسيح هو باب الخراف وهو الراعي الصالح للخراف الناطقة أو الخراف العاقلة اللي هي بتمثل كل جماعة المؤمنين اللي بيتبعوا الراعي الصالح. بالإقتي بي كي ريكس، كي ريكس معناها رائد، بي كي ريكس الاتنين مكسورين، انتيتي أرثوذكسية أو أرثوذكسية، بي مش بي، بي أثاناسيوس بي أبوستوليكوس، فخلي بالكم الأولانية بي يعني يكون أو هو، أثاناسيوس بي يعني الأبوستوليكوس الرسولي. طبعا انتوا عارفين لقب الرسولي خده البابا أثاناسيوس لأن جهاده شابه جهاد الرسل، أو هو مشى على نفس خط تعليم الرسل لم يحيد عنه، زي ما الكتاب قال مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فبالتالي هو سار في طريق الرسل لم يحيد عنه شمالا أو يمينا. بيرفتيز فو، بيرفتيز فو ان تي بي اوهي، اس فو دي تعتبر في، في بيرفتيز فو ان تي بي اوهي ان لوجي كون انت بخريستوس. هقوله تاني، بيكيريكس كيريكس الاثنين مكسورين، بيكيريكس انتيتي ارثوذكسيه او ارثوذكسيه، بي اثناسيوس بي ابوستوليكوس، بيرفتي از فو انتي بي اوهي ان لوجي كون انت بخريستوس. هقوله من الاطي، بي كي ريكس، خلي بالكو هنا الابسون بتتنطق ايه لانها بين حرفين ساكنين، والحرف الاخير ده اللي هو زي كلمة اكسيوس بيتنطق كاف وسين مع بعض كس، فتبقى بي كي ريكس انتيتي اور سو زوكسية، ادي الحرف ده تاني بيتنطق كاف وسين كس، فتبقى اور سو زوكسية، بي مفتوحة اثاناسيوس، بي أبوستو بي مكسورة أبوستوليكوس الرسولي، بي رفتي إز فو دي أوميجا بتتنطق ضمة خفيفة طويلة، بي رفتي إز فو إن تي بي أوهي إن لو جي كو، الغمة هنا بتتنطق جيم بعدها حرف كسرة، إن تي بخريستوس. وزي ما أنتم عارفين بخريستوس ممكن تكتب بالاختصار المعروف بتاعه، بس هنا مكتوبة كاملة بخريستوس. طيب نقوله باللحن، لحن برضو سهل قوي، بي كي رينكس انتيتي اورثوذوكسية، في خطفة شوية في انتيتي، بصوا كده بي كي رينكس انتيتي اورثوذوكسية، بي اثاناسيوس بي ابوستوليكوس، بي رفتيس فو انت بي اوهي ان لوجي كون انت بي خريستوس. ها سهل تاني، بي كي ريكس انتتي، لاحظوا بي كي ريكس انتتي ارثوذكسية، بي اثاناسيوس بي أبوستوليكوس، بي رفتيس فو انت بي أوهي
لوجيكون انت بخريستوس. لاحظوا كمان بيكيرين سنتتي أرثوذكسية بي أثاناسيوس بي أبوستوليكوس. نقول دي تاني بيكيريكسنتيتي أرثوذكسية بي أثاناسيوس بي أبوستوليكوس بي رفتيس فو انت بي أوهي إن لوجيكون انت بخريستوس. خلي بالكوا دي معلش الهمزة تعتبر من تحت فتبقى بيرفتي ازفو مش ازفو بالابتي في جينكم اللي هو بيبقى زي الاي اس فو مش ازفو. ولا مرة كمان بيكيريك سنتتي اورثوذوكسية بي اثاناسيوس بي ابوستوليكوس بي رفتي اس فو انت بي اوهي إن لوجيكون انت بخريستوس. نقوله من دلوقتي ها بيكيريكس. طبعا هنا الايتا بتتنطق برضو كسرة بس كسرة تقيلة شوية تبقى بيكيريكس. على فكرة الكلمة دي لطيفة فيها ثلاث أنواع كسرة من الأربع أنواع بتوع الكسر اليوتا ها والإيتا والإبسلون. دول ثلاث كسرات. وإيه الكسرة الرابعة في كلمة إنتي اللي هي الكسرة الخفيفة؟ فيبقى الأربع كسرات اللي موجودين في اللغة القبطية في السطر ده يوتا إيتا إبسلون وأي. بيكيريك سنتيتي أرثوذكسية بي أثاناسيوس بي أبوستوليكوس بي رفتيس فو انت بي أوهي اللوجيكون انت بي خريستوس. طب حد يقول لي لو عايزين نقول الربع ده أو زوكسولوجية دي القديس ديوسكوروس نقول ايه؟ قديس ديوسكوروس لقبه في كل الصلوات الكنسية بنصاخ ديوسكوروس يعني معلمنا ديوسكوروس. فهنقول بيكيرينك سنتيتي أرثوذكسية ببنصاخ ديوسكوروس. بنصاخ يعني معلمنا فتبقى بيبن صاخ ديوس كوروس. طب قديس كرولوس عمود الدين. كرولوس عمود الدين كيرلوس بيستلوس. بيستلوس اللي هو عمود انت بي نهتي اللي هو الإيمان أو الدين فتبقى بكيرلوس بيستلوس انت بي نهتي هتبقى سريع شوية فتبقى بيكيريك سنتيتي أرثوذكسية بيكيريلوس بيستلوس انت بيناتي بيكيريلوس بيستلوس انت بيناتي. أو لو عايزين نقولها للقديس ساويرس اللي هو القديس اللي يقال إن الزوكسولوجية دي أصلا اتعملت ليه وبعد كده اتخذت كزوكسولوجية عامة لكل أبطال الإيمان هنقول ساويرس البطريرك. فهنقول لو سافيروس ده الاسم بالقبطي فهنقول بيكيريك سنتيتي أرثوذكسية بي سافيروس بي باتريارشيس بي سافيروس بي باتريارشيس وهكذا. يعني عايز بس اديلكوا فكرة ازاي ممكن مكان اسم القديس اثناسيوس في اي مكان في زوكسولوجية هيجي فيه اسمه ممكن نحط مكانه اسمه لقب قديس اخر من القديسين ابطال الايمان الارثوذكسي المستقيم اللي احنا بنعترف بقداستهم في كنيسته. ناخد الربع الثالث بيقول ايه؟ تعاليمك القويمة نفذت في قلوب الهراطقة مثل سيف ذي حدين بقوة الثالوث. عارفين ان كلمة الله من ضمن تشبيهاتها السيف
زي ما معلمنا بولس الرسول قال سيف الروح الذي كلمة الله الذي هو كلمة الله لما اتكلم عن أسلحة الحروب الروحية في أفسس 6، وبرضه في رسالة العبرانيين بيقول كلمة الله حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين. هو ده التعبير اللي تم استخدامه هنا، إن تعاليم القديس أثناسيوس في الحقيقة هي مش تعاليمه الخاص، هي تعاليم الكتاب المقدس، هي التعاليم النقية المطابقة لكلمة الله والحق الإلهي المعلن في الكتاب المقدس. فعشان كده تعاليمه لأنها حسب كلمة الله، وكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح ومميزة أفكار القلب ونياته زي ما الكتاب المقدس بيقول لنا. فطبعا هنا تاني احنا مش بنتكلم ان هو حارب الهرطقة بسيف ولا شال سيف ولا دخل في معارك بسبب الخلافات اللاهوتية، ولكن هنا بنقول ان سلاح القديس أثناسيوس كان تعليمه. تعليم القديس أثناسيوس، يعني في احد القديسين قال اذا سمعت كلمة لأثناسيوس ولم يكن معك قلم لتكتبها فاكتبها حالا على ثوبك. يعني من كتر ما تعليم أثناسيوس تعليم ثمينة جدا لابد من الحفاظ عليها كميراث لكل الأجيال التالية. وقديس أثناسيوس معروف إن هو لم يحد عن الإيمان المستقيم، رغم إن الموضوع وصل إن هم قالوا له العالم كله ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم. فقديس أثناسيوس وقف بصلابة وشموخ ويعني عزيمة من حديد استمدها من معونة ربنا طبعا ليه ضد الهرطقة، رغم ان بصراحة في زمن أثناسيوس الهرطقة الأريوسية وصلت حتى لبعض رجال الكهنوت، كهنة وأساقفة ابتدوا يعتنقوا الفلسفة والهرطقة الأريوسية، لكن رغم ذلك أثناسيوس لم يلين ولم يهادن ولم يعني يتوافق مع الهرطقة، بل فرزهم وحرمهم وخرجهم بره شركة الكنيسة الواحدة المستقيم. بيقول ايه بالقبطي؟ أنيك دوغما. تعرفي كلمة دوغما دي موجودة في الإنجليزي، دوغما مقصود بيها دوكترين أو مقصود بيها اللاهوت أو مجموعة التعاليم القويمة. دوغما اللي هو ملخص العقائد والإيمانيات. اتسوتون معناها المستقيمة، تمام؟ ميشي امبهيت، هيت معناها قلب زي شهيت وادي القلوب أو ميزان القلوب. ميشي امبهيت، ميشي الاثنين مكسورين، امبهيت اني هيريتيكوس. هيريتيكوس، هيريتيكوس اللي هي موجودة في الإنجليزي هيريتكس، هي نفس الكلمة على فكرة. هيريتكس دي كلمة يونانية مقصود بيها الإنسان اللي هو بيتظاهر إن هو تعاليمه معناه الحرفي زي ممثل، يعني اللي هو بيتظاهر إن هو بيقول الحق ولكن بيخادع، يعني الإنسان المخادع اللي هو بيزيف صورة معينة، أو زي ما الممثل بيحاول يظهر بهيئة معينة خلاف الهيئة الحقيقية ليه. فده المقصود بكلمة هيريتكس أو هيرسي اللي هي معناها هرطقة أو بدعة بالإنجليزي. ميشي امبهيت اني هيريتيكوس. هيريتيكوس يعني هي مكسورة كسرة خفيفة، هيريتيكوس هيريتيكوس. ميشي امبهيت اني هيريتيكوس. امفريتي كمثل ان او سيفي، سيف سيف تبقى سيفي بالفي. ان رو اصناف يعني ذو حدين، اصناف معناها اتنين زي ما انتوا عارفين، واي اصناف شوند واحد اتنين تلاتة. هيتانت جوم انتي اترياس، بقوة الثالوث. طبعا احنا بنأكد ان القوة اللي بيها صمد القديس أثناسيوس وكل ابائنا المدافعين عن الايمان المستقيم كانت قوة الهية طبعا، لان انتم متخيلين ان أثناسيوس في وقت من الاوقات وقف ضده الامبراطور، وقف ضده زي ما قلت لكم بعض الأساقفة اللي تم استمالتهم من جانب الأريوسيين، ويعني اتدبرت مكايد ضده واتعملت مجامع ضده وحاولوا يلفقوا له تهم صعبة جدا، وصلت لدرجة ان هو متهم بالقتل ومتهم بالزنا ومتهم بالتحريض على الإمبراطور
وتم نفيه 5 مرات. 46 سنة بيجاهد، ما شافش يوم راحة على مدى 46 سنة، ما قضاش منهم على كرسي إلا سنوات بسيطة، ويعني قضى نفي داخل مصر ونفي خارج مصر. جهاد عظيم. طب مين بشر بقوته الذاتية يقدر يصمد كل هذه السنوات وقصاد كل هذا الكم من المكائد والأعداء وهكذا؟ قوة الثالوث. ده أكبر دليل على استقامة إيمان أثناسيوس، إن إحنا بعد قرون أريوس راح وكل الأباطرة الأريوسيين راحوا وكل التعاليم الأريوسية انحصرت. طبعا ما انتهتش، بس أنا قصدي أقول إن الكنيسة الجامعة لكل الطوائف على فكرة، أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، بترفض تعاليم أريوس طبعا. فرغم كل اللي حصل في عهد أثناسيوس، إلا إن الإيمان المستقيم من جهة طبيعة المسيح ومساواته للأب الجوهر هو إيمان الكنيسة الجامعة بكل الطوائف اللي بتؤمن بقانون الإيمان اللي هو اشترك في صياغته في مجمع نيقيا البابا أثناسيوس وقت ما كان شماس. فبالتالي كل الباطل ده اندحر وانتهى، وفضل الإيمان المستقيم لأنه هو حسب مشيئة الله ومؤيد بقوة الثالوث القدس. الربع ده نسمعه باللحن. آنيك دوغما إت صوتون ميشيم بهيت إني هيرتيكوس. ولا تاني. آنيك دوغما، دوغما تحصل فيها تطويل. آنيك دوغما، آنيك دوغما إت صوتون ميشيم بهيت إني هيرتيكوس إم فريتي نوسي فين رويس ناف. لاحظوا دي سريع شوية. إم فريتي نوسي فين رويس ناف. الاتنين في على فكرة، اللي هي فيتا هتبقى سي في وإس ناف، بس دي في. إم فريتي مفريتي نوسي فين رويس نافيت نت قومنتي تريس. سهلة أوي، أقوله تاني. أنيك دوغما إت صوتون ميشي إم بهيت إني هيرتيكوس ام فريتي نوسي بين رويس ناف هيتنت قومنتي اترياس. مكسورة، واترياس معناها الثالوث، وجوم معناها قوة، زي ما بنقول سوك تاتي جوم. هنا اد جوم معناها القوة التي للثالوث. تمام، نقوله كمان. آنيك دوغما إت صوتون ميشي إم بهيت إني هيرتيكوس إم فريتي نوسي فين رويس ناف إتنت قومنتي إتريس. تمام، ده الربع التالت. وزوكسولوجية على فكرة 8 أرباع، بس هي لذيذة جدا. تاني، البيت ده زي ما انتوا شايفين مش بيحدد ايه نوع الهرطقة اللي واجههم البابا أثناسيوس، وده بيأيد الرأي اللي بيقول ان الزوكسولوجية دي غالبا اتوضعت للقديس ساويرس الأنطاكي، بس بعد كده اتعممت لكل آباء الكنيسة المدافعين عن الإيمان، كلهم وقفوا ضد الهراطقة، كلهم كان تعاليمهم مستقيمة وهكذا. الرب اللي بعده جميل قوي، بيقول ايه؟ كل ركبة جست للرب وكل لسان سبح ومجد الله ذاع وملأ وجه المسكون. ايه معنى الكلام ده؟ الربع ده له معنى جميل جدا، ان المؤمنين المستقيمين فرحوا وشكروا ربنا وسبحوه على ان هو حفظ كنيسته من الانحراف بتاع الهرطقة.
ده معنى كل ركبة جسد للرب، يعني ركعة شكر ربنا، نشكرك يا رب إنك أنت بعت لنا واحد زي أثناسيوس أو واحد زي كرولوس عمود الدين، لأن كانت الكنيسة كلها ممكن تنحرف في اتجاه غلط. ده في أحد الآباء قال: جاء وقت كاد العالم كله يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. حاجة عجيبة، يعني ربنا برضو يعني لم يترك كنيسته تنحرف، ولكن كان تيار الاضطهاد وتيار الهرطقة عنيف جدا، بس المؤمنين الحقيقيين اللي هم يمكن لا يملكوا فصاحة أثناسيوس أو لا يملكوا قوة منطق وحجة أثناسيوس، بس حاسين إن الإيمان في التعليم دي فيها غلط. تعرفين إن اللي اتكلم على أريوس وهو لسه كاهن في اسكندرية، وكلمه البابا بطرس خاتم الشهداء اللي هو البابا 17 اللي هو ظهر في عهده أريوس، كان شعب عادي، يعني كان الشعب العادي والغير مثقف والغير يعني دارس للاهوت، بالروح القدس الساكن فيهم حسوا ان في حاجة غلط في الكلام اللي بيقوله الكاهن ده، رغم ان هو اب كاهن، بس برضو الحساسية الروحية خلت المؤمنين يروحوا للبابا بطرس خاتم الشهداء ويقولوا له: احنا مش مرتاحين للتعليم ده، التعليم ده احنا حاسين ان هو مش حسب ايمان الكنيسة. فدي كانت بداية مواجهة أريوس في عهد البابا بطرس خاتم الشهداء من المؤمنين الشعب العادي اللي رفض إن يتم دس تعاليم منحرفة جوه الكنيسة. فالناس دول شكروا ربنا إن ربنا دبر واحد زي أثناسيوس أو زي ساويرس الأنطاكي أو زي ديوسكوروس أو زي كل آباء الكنيسة الأبطال اللي دافعوا عن الإيمان علشان يحفظ ربنا كنيسته مستقيمة واحدة وحيدة، تفرز الهرطقة وتفرز كل التعاليم المنحرفة وتنحيها جانب. فعشان كده بنقول: كل ركبة جست للرب، وكل لسان سبحه، ومجد الله ذاع وملأ وجه المسكون. طبعا مجد الله ذاع وملأ وجه المسكونة مقصود بيها المجامع المسكونية. يعني ايه مجمع مسكون؟ يعني حضر بتركة وأساقفة من كل الكنائس. فلما أثناسيوس زي ما قلت لكم اتكلم في مجمع نقيا المسكوني، كل الآباء اللي حضروا رجعوا لكراسيهم بيتحدثوا عن النصرة اللي ربنا أعطاها للإيمان المستقيم من خلال شهادة أثناسيوس ودفاعه عن الإيمان. فمجد الله ذاع، تعرفين إن كلمة أرثوذكسي معناها المجد المستقيم أو الطريقة المستقيمة لتمجيد الله. فمجد الله ذاع دي معناها إن الإيمان الأرثوذكسي اللي هو مقصود بكلمة أرثوذكسي الطريقة المستقيمة أرثو لتمجيد الله زقصة أو زقصي، فمجد الله ذاع يعني الإيمان المستقيم انتشر وملأ وجه المسكونة، وبالتالي تم يعني إبادة كل الهرطقات والتعليم المنحرفة اللي حاول تتسلل للكنيسة. فبنقول إيه بالقبطي؟ آ كي ليني فين كولج إميب شويس، آ كي ليني فين كولج يعني جسد، كيلي معناها ركبة، ام بشويس يعني للرب، آ لاس لاس معناها لسان، نيفين يعني كل لسان، اسمو ايروف سبح، آ اب او او ام فنوتي مجد الله، اب او او معناها مجد، ام فنوتي الله، او اشس الكلمة دي تقيلة شوية لأن شين وسين، لكن هي في القبطي برضه او اشس، او اشس سيفول، شين وسين، او اشس، والضمة الأولى مضمومة والضمة الثانية مفتوحة فتبقى او اشس ايفول، افموه فيه ام بهو انتي ايكوماني، ايكوماني زي ما قلنا اللي هي كلمة مسكونة حتى بالانجليزي، ايكومينيكال كونسل يعني مجمع مسكوني، ايكومينيكال كونسل فمعناها المسكون. هقول الكلمات تاني: اكيلي نيفين كولج ام بشويس،
أعلاس نيفين اسمو إيروف أب أو أو إم إف نوتي أو أش سيفول أف مو إم بهو إنتي إكومين. لاحظوا ده أ كيلي نيفين كولج إم بشويس أعلاس نيفين اسمو إيروف أب أو أو يعني ضمة خفيفة ضمة مضمومة أب أو أب أو أو أب أو أو إم إف نوتي أو أشس أو مضمومة الأول أشس مفتوح إيفول أف مو إم بهو إنتي إيكومين هولو مدرت أكيلي نيفين قلق إم بشويس ده اختصار بشويس ألاس نيفين اسمو إيروف أب أو أو إم فنوتي ده اختصار كلمة فنوتي أو أشس إيفول أف مو إم بهو إنتي إيكوميني. على فكرة كلمة إيكوميني كلمة يوناني، عشان كده لما بيجي أو بعد اليوتا الأو بتبقى سايلنت فما بتتنطقش إنتي أيكوميني، لا الأو سايلنت هنا فتبقى إنتي إيكوميني على طول إيكوميني. أوكي الأو كأنها مش موجودة زي كلمة ليبون على سبيل المثال. نسمعها، نسمع الربع ده أكيليني فين كولج إم بشويس أكيليني فين كولج إم بشويس كولج إم بشويس ألاسني فين اسمو إيرو أب أو أو إم نوتي أو أش سيفول أف مو إم بهو انتي كوماني. صعب شوي، هنجذب حتة حتة أكيليني فين كل جيم بشويس ها أكيليني فين كل جيم بشويس دي جيم أكيليني فين كل جيم بشويس ألاسني فين اسمو إيروف أب أو أو. لاحظوا هنا إيروف لازم تبقى مخطوفة وقصيرة فتبقى ألاسني فين اسمو إيروف أب أو أو أب أو أو أب أو أو إم إف نوتي أو أش سيفول أيب أو إم إف نوتي وش سيفول أف مو إم بهو زي بعض أف مو إم بهو إنتي إيكوماني. لاحظوا تاني أكيليني فين كل جيم بشويس ألاسني فين اسمو إيروف أب أو أو إم إف نوتي وش سيفول أف مو إم بهو إنتي كوماني. هقولها تاني أكيليني فين، ممكن ناخد وقفة هنا أكيليني فين كل جيم بشويس ألاسني فين اسمو ها إيروف أب أو أو. خلي بالكو إيروف ما نريحش بعدها ونخطف اسمو إيروف أب أو أو إم إف نوتي إف نوتي بطول فيها أب أو أو إم إف نوتي أو أش سيفول أف مو إم بهو إنتي كوماني. نقوله من الارتي أكيليني فين كل جيم بشويس ألاسني فين اسمو إيروف أب أو أو إم إف نوتي وش سيفول أف مو إم بهو إنتي كوماني. نقوله مرة أخيرة، ها حاول تقوله معايا أكيليني فين كل جيم بشويس ألاسني فين اسمو
رف قائب او او ام اف نوتي او اوش سي فول اف مو ام بو انت كوماني. طيب احنا كده اربع ارباع من التمانية، الاربع ارباع اللي جايين سهلين قوي، لكن خلينا نراجع الاربع ارباع الاولى من بداية الدوكسولوجية نقولهم مرة عشان نفتكرهم، وبعد كده ندخل في النص التاني. يلا مع بعض نحاول. بكفرنيتي ستة جريون بيرفميشي ان كولوس بيرفتشرو خنيفوتس بخيبستوف ερωίνι βικυρίξεν τέτοι ορθός οξεί πέσαν ασιός πι αποστολικός πι ρευτίες βοήν τε πι οι ελόγικον εν τε πεχρέστος ανεκ δογμα εξωτον νησί εμπίτ ενι χαιρετικός εμφρίτιεν όσοι βιένρο εσναβ χίτεν εγκόμεν τετρείες ακύλινι βεν κολγέμερ τσόις Alas ni venes moer of a ib o o m f no ti o osh se von av mo m bo en fe komeni. تمام؟ الربع الخامس. الربع الخامس ده في ناس كتير بتفهمه غلط. الربع الخامس ده مش موجه للبابا أثناسيوس ولا البابا ديسفوروس ولا موجه لصاحب زوكسولوجية خالص. بيقول إن أنا هكذا نمجدك، نمجد مين؟ هو ده السؤال. طب نكمل كده مع المرتل داوود، ها؟ أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. طبعا الكلام ده برضو بنقوله في مقدمة الإنجيل في حضور البطرك أو حضور الأسقف، لكن هو المقصود هنا يا جماعة إن الربع ده بيخاطب السيد المسيح نفسه. يعني إحنا في تمجيدنا للقديسين نمجد الله صانع القديسين، أو نمجد الله اللي أعان القديسين، وبنقول يا رب أنت زي ما أعنتهم في جهادهم تعيننا أيضا عشان نكمل أيام غربتنا بسلام. فإننا هكذا نمجدك، يعني بنقول لربنا زي يا رب ما مجدك زاع وملأ المسكونة والتعليم الأرثوذكسي انتشر والبدع انتهت، احنا بنمجدك يا رب على عظيم صنيعك مع أبطال الإيمان دول، وبنمجدك لأن انت رئيس الكهنة الأعظم إلى الأبد على طقس ملكي صادق. طبعا انتوا عارفين طقس ملكي صادق مقصود بيها ان كهنوت العهد الجديد اللي أسسه السيد المسيح رئيس الكهنة الأعظم على غرار ملكي صادق، ودي على فكرة نبوة موجودة في المزمور 110. عشان كده بنقول ان احنا بنمجد ربنا مع المرتل داود، لان داود هو اللي قال النبوة دي عن كهنوت العهد الجديد لما قال لربنا انت الكاهن الى الابد. طبعا ربنا يسوع المسيح هو الكاهن وهو القدم هو الذبيح، زي ما بنقول في لحن وايت اوف انف هذا الذي أصعد ذاته. يعني أصعد ذاته؟ يعني هو الكاهن اللي بيقدم الذبيحة وهو نفسه الذبيحة المقدمة، هو الكاهن والذبيحة معا. فبنقول إننا هكذا نمجدك مع المرتل داود أنت الكاهن إلى الأبد. وجملة إلى الأبد دي توضح لنا جدا إن مش المقصود هنا البابا أثناسيوس ولا المقصود صاحب زوكسولوجية أيا كان، ده ربع موجه للسيد المسيح. بنقول له يا رب انت قائد الكنيسة، انت رئيس الكهنة الأعظم، انت اللي أسست الكهنوت بتاع العهد الجديد اللي على غراره
منحت هذا الكهنوت ومنحت سلطان الحل والربط والسلطان الكهنوتي لكل آباء الكنيسة. يعني السيد المسيح اختار رسله ومن ضمنهم ماري مرقس، وماري مرقس اختار إنيانوس، وإنيانوس اختار اللي بعده، وهكذا وهكذا لغاية سيدنا البابا طباطرس ربنا يديله الصحة وطول العمر. فالسيد المسيح هو رئيس الكهنة الأعظم، لأنه هو اللي أسس سر الكهنوت، وهو اللي أعطى السلطان للآباء الرسل إن هم يكونوا وكلاء السيد المسيح حسب تعبير الكتاب المقدس، وهم اللي بيقدموا نفس الذبيحة الغير دموية اللي قدمها السيد المسيح، ذبيحة الخبز والخمر في الإفخارستية في القداس، اللي بتتحول بفعل حلول روح القدس لجسد المسيح ودمه. فالربع ده يا جماعة ما تتلخبطوش، ده مش ربع خاص بالبابا، وحتى لما بنقوله في مقدمة الإنجيل في حالة حضور البابا، أو في الطواف بتاع المزمور اللي بيتقال في حضور البابا أو أحد الأساقفة، لما بنقول أقسم الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، لغاية هنا بنكلم السيد المسيح، وبعد كده نقول للبابا الرب عن يمينك يا أبانا الطوباوي، البابا الأنبا توادروس الثاني وشريكا في الخدمة الرسولية، الأنبا دانييل، وهكذا. فاللي أنا أقصده إن الربع ده ربع بنمجد فيه السيد المسيح رئيس الكهنة الأعظم ومؤسس كهنوت العهد الجديد على طقس ملكي صادق، أو على مثال كهنوت ملكي صادق اللي هو قدم لأبونا إبراهيم خبز وخمر ذبيحة غير دموية. ربع سهل قوي بالقفتي، بيقول او صفتوس نتشيسي اموك، او صفتوس نحن هكذا ايضا نمجد، تشيسي معناها نمجد، تاني تشيسي نحن نمجد، ان انا هكذا نمجدك او صفتوس نتشيسي اموك نم بي هيمنو زوس دافيد جي انثوك بي بي. خلي بالك الاغنيه مفتوحه والتانيه مكسوره، جي انثوك بي بي اوي بشا اني كاتا التقسيس الملشي سيدك، ملشي سادك. فبنقولها كده او صافتو سينيتشي سي اموك. بصوا اموك طويلة ازاي، او صافتو سينيتشي سي اموك نم بي هيمنو زوس دافيد. هيمن معناها ايه؟ لحن بالانجليزي، هيمنو زوس المرتب، نم بي هيم نوسوس دافيد جين سوك بي بي اوي بشا ايني جين سوك بي بي. خلي بالكو بي بي جين سوك بي بي اوي بشا ايني نين واو جين سوك بي بي اوي بشا ايني قطع التقسيس ملشي سادك. قولها تاني، او صفتوس تنتشي سي اموك طويلة، او صفتوس تنتشي سي اموك نم بهم نوصوص دافين جنسو بيبي ويبشايني قطع التاكسيس. عارفين كلمة تاكسيس معناها طقس على فكرة، قطع التاكسيس امنشي سادك، تاكسيس معناها نظام او ترتيب، اللي هي كلمة طقس تاكسيس. نقولها تاني، او صفتوس تنتشي سي اموك، لحظة طويلة، نم بهم نوصوص دافيد جي انصوك بي بي اوي بشايني قطع التاكسيس امن شي سادك. تعالوا نقولها بالقبض، ها او صفتوس تنتشي سي اموك نم بهم نوصوص دافيد جين صوب بيبي ويب شايني قطع التوكسيس امال شي سادك. اللي بعده،
ربع سهل قوي. السلام للبطريرك العظيم أبانا القديس الأنبا أثناسيوس، أو ممكن نبدله بأي قديس تاني من أبطال الإيمان. يا مع التعاليم المقدسة أنارة عقولنا، دي بنقولها في لحن إيه؟ أوكاتي كيسيس. شيري بنيوتن باترياشيس بنيوت سواب أفا أثناسيوس أو أفا كيرولوس أو أفا ديسكورس في إيطانيف إز فو أوي إس أواب إز فو أوي. خلي بالك إز فو أوي، معلش هي الهمزة المفروض تيجي هنا على التانية. إز فو أوي إس أواب إر أو أيني إم بنوس، يعني أنار عقولنا. لاحظوا باللحن شير بنيو تمبطريورشيس، أو ساعات ممكن نقول شير بينيش تمبطريورشيس. خلوها بينيشتي بدل بنيوت لأنها في الأبتي بينيشتي. شير بينيش تمبطريورشيس بنيوت صواب أفاساناسيوس في طانف اسفو اويس اواب. لاحظوا اواب دي طويلة. في طانف اسفو اويس اواب ارويني ام بنوس. لاحظوا تاني شربين اشتم بطريورشيس، او ممكن نقولها شيري بينيوت سلام لأبينا البطريرك، أو سلام للبطريرك العظيم. شيري بينيشتيم باتريورشيس، خليها بينيشتي. شيري بينيشتيم باتريورشيس بنيوت صواب أواساناسيوس فيتانيفس فوي صواب. أهم حاجة في ربع ده سواب دي طويلة. سواب إر أو أيني إم بنوس. بالأبتي شيري بينيش تيم باتريورشيس بنيوت سواب أواساناسيوس في تانيفس فوي سواب. إرويني أمبنوس. سواب هنا ده اختصار سهل الربع ده، واللي بعده سهل قوي الربع اللي قبل الأخير. أؤونيات خن أومسني، خلي بالكوا بالنسبة لسيد ميانا كنا نقول أؤونياتي إن سود مياني، فللشهيدات أو السيدات نقول أؤونياتي، للرجالة أؤونياتك بكاف في الآخر. خن أومسني بنيوت سواما بطريرشيس تاني أبا أثناسيوس بي أبوستوليكوس، أو ممكن نحط البابا كرولوس أو البابا ديوسكوروس بي من ريت أنت بخريستوس. سهل أوي. مبارك أنت بالحقيقة الآب القديس البطريرك القديس أثناسيوس الرسولي حبيب السيد المسيح. أونيتك خن أومثمي بنيوت صواب إمباتريورشيس أفاساناسيوس بأبوستوليكوس. طويلة. بي من ريت انت بخريستوس، ده اختصار بخريستوس مكتوبة مختصرة هنا. شوفها من هنا من المعرب أؤونيتك، خلي بالك مفتوحة مضمومة وفي كاف في الآخر. أؤونيتك خن أومسمي بنيوت صواب بطريرشيس أفاساناسيوس بأبوستوليكوس. طويلة. بي من ريت انت بخريستوس، نقوله آخر مرة ربع سهل. أؤونيت خنوم اسمي بنيوت صواب بطريرشيس أفاساناسيوس بأبوستوليكوس بي من ريت انت بخريستوس. الربع اللي جاي ممكن نقوله على طول طوب هم بشاي سري جون فود اهري طوب هم بشاي سري جون
بني يوت صواب بطريار شيس أفوساناسيوس بيابوستوليكوس انت بقان النوفينا نفول. سهل أوي، نطلب شفاعة البابا أثناسيوس الرسولي عنا لحفظنا في الإيمان المستقيم وثبتنا عليه إلى النفس الأخير. نقول الزوكسولوجية كلها مرة وكده نبقى خلصنا زوكسولوجية القديس العظيم أثناسيوس، اللي هي ممكن تبقى زوكسولوجية لأي بطل من أبطال الإيمان الأرثوذكسي. يلا نقول مع بعض: بكفرنيتيس التجريوت بيرمشين كولوس بيرفتش روخ النيفوس بخبسة طف إرويني بكيرينك سنتتي ورسوس أوكسية بأثناسيوس بأبوستوليكوس بيرفتيس فو انت بيوهي اللوغيكون انت بخريستوس اونيك دوغما اتسوطن ميشي ام بهين اني هيرتيكوس ام فريتي انو سيوين رويس نوب هيتانت غومنتي اتريس اوكيليني فان كول جامر شويس ألاس نيفانس مويروف أب أو أو إم إف نوتي أو أوش سيفول أب مو إم إم هو إنتي كوماني أو صافتو سينيتشي سي إم موك نم بيهم نوصوص دافيد جينسو بيبي أويب شايني قطع التاكسيس أمن شي سادي شربي نشتم بطريور شيس بني واتصوب أواصناسيوس في طانفس ويصوب إرويني ام بنوس او اونياتك خنوم اسمي بني وصواب بطري ارشيس افاسانوسيوس بيابوستوليكوس بمن ريت انت بخريستوس بوبهمم تشويسري اغون بنيوت صواب بطريارشيس أبا أثناسيوس بأبوستوليكوس انت بقان النوبي نانفول. سهلة، عايزة تمرين ونحفظها، وزي ما قلنا ممكن ناخد بركة أي من أبطال الإيمان من خلال الزوكسولوجية الجميلة دي. نشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير. سلام.